احلي لك انت انسان مش طبيعي. ليه حضرت المدير؟ اي شو عامل بالبنات؟ بهلا وامان؟ لا بناتي فرحة ومرحة. شو قايل لهم؟ شو فهمهم؟ شو معلمهم؟ انا اعوذ بالله شو بدي فهمهم؟ جيت لعلمهم علموني، ولك جيت لفهمهم فهموني. الله عليهم بيفهموا منيح وطلعين لابوهم. شو بدها بالحقيقة؟ يعني انا بدي افهم شو انا عرضت عليك شيء تتجوز بنت من بناتي ولا انت طلبت مني؟ لا انا طلبت وترجيتها كمان. طيب انا قلت لك عن بناتي حلوين شيء؟ غشيتك؟ لا يعني انا طلبت منك انه يعني تكون يعني عروستي المستقبلية يعني بمستوى جمال يعني ميال الى البشاعة لانه انا برتاح نفسيا. فاذا لي مانع البنات يطلعوا من البيت او يخلوا بني ادم يشوفهم على الشباك؟ قالوا لك؟ طبعا قالوا لي البنات المهذبين ما بيخفوا شيء عن ابوهم. ايه بس اسمح لي اقول لك انه طالع لسانهم طويل لامهم. لا بقولك انتم بشي ساعه بدي اخنا واخلص منك وريح الناس. شوف حضرتك مدير ارجوك احترمني، انا الكابتن. كابتن على الناس مش علي، مش على اللي وظف الكابتن وقادر كل ساعه يقشرك ويرجعك دوري عند دوري. طيب سيدنا اذا حضلك كمشنا هيك كيف بدنا نتفاهم على كل المواقف الاستراتيجيه العاطفيه اللي بيناتنا؟ طيب هلا بدي اعرف، بدك توضح لي كل افكارك ومواقفك. هلا حاضر. انت بدك تتجوز بنت من البنات ايه ولا لا؟ يعني انا لف ودوران ما بدي، بدك تقلي اي بنت بدك اياها منهم حتى جوزكم جمعة الجاي واخلص منك وارتاح من 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 نقمرتي. بصراحه سيدة انا بهيك جو ارهابي انا ما فيني اقرر مستقبلي في الاختيار عن اذنك. طب وين الجو الارهابي؟ ما هو انا يعني وين الجو؟ شو وين؟ ما هلا كنت قدامي هون كنت كمشني من رقبتي ولولا شفايقي كنت انا فطس بين ايديك. طيب بعتذر، ما هو تصرفاتك وتصرفات مرتي بخليتني بلا عقل وراح افقد اعصابي. طيب سيدنا طيب روح. طيب هلا اذا انا مثلا يعني وافقت انه اتجوز وين حتسكننا؟ كيف وين راح سكننا؟ أنا حكينا أنا ومرتي بالموضوع ووافقنا إنكم تسكنوا معنا بالبيت لبين ما تلاقوا بيت تنقلوا عليه. ومدامتك حتضلها ساكنة معنا يعني؟ لا شو بدك يعني بزيت مدامتي برا تتسكن حضرتك؟ لا سيدنا لكن يعني لكن شو قول شو بدك تقول ما تخاف. يعني لك حاسس إنه مدامتك يعني هيك متكتر منها قاسي عليك يعني ظالمة هيك أنت حتفلس حتموت بكير. يعني شو بدك يعني شو بصير فينا بعدين؟ شو بده يصير؟ خلص عيشوا وتمتعوا بالبيت كلكم سوا. نعيش بالبيت؟ ما مرتك ظالمة بتكمشنا وبتزتنا بليلة ما فيها ضوء قمر. ليه بدها تزتكم برا؟ لك سيدنا من بعد ما تموت حضرتك أنا حاسس إنه مدامتك ما فيها تعيش بدون رجال، بدها تتجوز رجال مشان تقاهر فيه، عرفت كيف؟ قولي شو عقلها بردها؟ يعني مشان هيك انا عم بقول يعني لو حضرتك حضرت المدير بتكتب لنا البيت باسمي وباسم مدامتي اللي حتجوزني اياها من بناتك بتكون امنت علينا من التشرد. لا ولا ولا بدكم تورطوني بالحياه انتو برتي؟ مش بالحياه من بعد ما تموت. شو بدك لكان يعني انا ومدامتي والولاد نتشرد بالطرقات والبيت يعني بيت جدهم يتنعم فيه رجل غريب اخر غيرك؟ لحظه الو سؤال بس، انا لو مت بكره انت رح تتجوزي مره تانية؟ شو ما بتعرفي حسب الظروف؟ طيب انطريني بالبيت جاي اتفاهم انا وياك. سؤال عجبك؟ قال ما بتعرف حسب الظروف. يا العيون على التصرف. كل النسوان ما لهم امان على كل. شفت طيب بسيطه، روح هلقني وبس ترجع من السفره كون انا فكرت شو بدي اعمل. لذلك بدي اياك تفكري بموضوع البيت وكيف تكتبه باسم يعني اللي حتجوزني اياها من بناتك. يعني وهيك بتكون حضرتك قطعت الطريق على مدامتك حتى ما تفكر تتجوز غيرك من بعد وفاتك. طيب خليني افكر. اوكي اتفضل. لا مع السلامه. حسب الظروف يعني بتعملها وانا وتعبي وشقاي وشهروتي بيروحوا لرجال غريب واولادي يتشردوا بالشوارع. لك يا رب رصاصي طايشة تصيبها هي بترتاح وأنا إذا مت بموت مرتاح.